لعيبه من الاهلي كمان انا فاكره. اه طبعا طبعا. كنا بقى استضفت وائل جمعه صخره، واستضفت بيبو صغير خالد بيبو، واستضفت عماد متعب طبعا حبيبي، واستضفت عصام الحجر. انا فاكره حلقه كابتن عصام. نتيجه اللي انت عملته اكتر حد طبعا. بص هم هو اغلب واحد عماد، عماد ما يتعب رغم انه مهاجم وسترايكر وبتاع، بس اغلب واحد عماد اللي طبعا لازم يطجن، وعصام الحضري طبعا لازم يعني حبيبي يعني. فعصام طبعا كنا لسه ايامها لاعبين ماتش مع برشلونه بمناسبه مئويه، وكنا خسرين 4 وكان هو اللي واقف. فكل شويه انا شاور له ان ايه ها الاربعه ايه وبتاع، فهو يغلي طبعا يغلي طبعا. وبعدين كنت لابس له اخضر عشان ايه يعني انا ايه اتحداوي وبتاع، فيقول لي هو طب ما احنا كسبانين الاتحاد. اقول له طب يا عم ماشي، بس انتوا خسرانين من 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 برشلونه. فقعدنا نيجي في الحكايه لغايه اما قال لي ايه انا عايز اشوف الاسئله. فقلت له خد يا عم شوف الاسئله. فبص لقى الكيو كاردز دي فاضيه. اوكي. فقال لي ايه ده انت بتقول من دماغك؟ قلت له انا بقول من دماغي. انا المنتج. قلت له انا بقول من دماغي، انا حر، انا الكل في الكل هنا. فاتصدم وسكت خلاص. بس كانت حلقه لطيفه طبعا. هو جدا. هو اصلا شخصيه جميله جدا كمان على الحقيقه كابتن عصام. عصام جاري كمان، انا منصور ودمياط يعني، فاحنا جنب بعض يعني. حلوه. فكانت حلقات حلوه، واستضفت خالد الغندور في حلقه كمان، كان عندي 5 ضحايا من الرياضه.